بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. فرمي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني دستان ببيشن برسماني خواي بالوردقارة، يعني بور اشتوى دستان دور اشتوى بفيتشن كخواي قول الرايالي كردوه، كما بزبح حبل الله أي بدين الإسلامي بآيني بيروزي إسلاما كمعمولا آخر قريس وايا هردو سركي سركي بيواندي بيك وياني أمسرو سري قريسك ببواني قريسك وبيكتر بيواس أبن آيني بيروزي إسلاميش ببواني آينك وتو أقر عيني إسلام هالبجيري وبابند بو عين أبي وصل أبي بخواي برورد قالوا ودينز أو بكتابه، يا واعتصموا بحبل الله يعني ما بزل حبلك كتابه. هر كام يقلوانا بيديار استعاري مصرحية، يعني بمعنى يا لفيشا دين إسلامك يا بلن كتابك شبهن راو بحبلوه، جاء وقت مشبه حزب كراو مشبه به لجيادان راو، أو وقت أمر مشبه به ككدان راو بو أميك بزان ريليو استعار كراو إذا فكراو بولاي الله سبب مزاف ليكا أزانين كأو حبل لسر معنى واقعي خويك بنا قريسو لمو لا توكي حيوان دروسك رئ أونية، لقوله عليه السلام: القرآن حبل الله المتين. بويا كاني علين رنقة ما بز لحبل كتاب الله به شكا في غنبر درودي خوالي لسلوية كوصف قرآني كردوا. فرمي: أم قرآن حبل الله، حبلي خدايا كام حبل، أو حبل المتين كصفة حبل كوايا متينة يعني نشرة محكمة. استعار له الحبل سديني إسلام به يا كتابك به خواي قولا حبلي باستعارة بوهيناوة، يعني بشيوي استعارة حبلي لجيك يداناوة لشروان جيكوا، من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى. لمروان جوك تمسك بكتابك يا بغين بدين إسلامك سبب بورز قاربون لهلاق لتياشون، كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي. هر وكو چون تمسك بحبل اگر كسي دس بحبل و بقريس و بقريه سبب بو اوي كسالم درشي لتردي لراهي البون لكوتنا خواره ولا شويني برزوه كاقر دس بيو قرينا كويت خواره اوج اوه. هر وها وللوثوق به والاعتماد عليه شاكا ادي يوتو عبارتك تخلون نبدا شون عليه الاعتصام. بالا بالا حل المجلس بلمك نا اوي باجاري او وتي استعار له الحبل هو حبلي هلب جاردوها يعني بلين او حبلي هلب جارد لبوتي لبو كتاب امجر وللوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام وهرواني استعار للوثوق به باشا يعني هليشي بجارد بو متمانا كردن بكتيبكا وهروها بو تكيا كردن و بالدانا ولا سكتيبكا يعني اعتمادي بكتيبكا شي بو او راقي عندنا هالبجار الاعتصام اعتصام كيبا استعارة بو هنا كواتا لدو كانالو استعاريتيايا يكي اعتصام كالجيغي وثوق وهروها لجيغي واعتماد على تفسير بوثوقك مرين لجي وثوقك دانشتوا كديارة أولا ما استركا كردو مانو استعارك استعاري تبعيية دوا إجنا فعلك كردو مانك فعل أمره استعاري تبعيية مصرحية أو حبلك إش ديارة هو استعاري أصلي تياك أو شر استعاري مصرحية كواتا خواي قورهاتوا استعار له الحبل أو أمجر وللوثوق به يعني واستعار للوثوق مثلا بالقرآن
والاعتماد على القرآن يا مسألة دين الإسلام فرغناك شي هو الاعتصام اعتصامك هل بجات بوشي خواهي قورة أو كاريكر ترشيحا للمجازي تا مجازكي ترك استعاري حبل بو باشا أو بهيز بكا شنك معمولا لا استعارة يكي لدولايني تشبيه كمشبه يا مشبه به داني كان حسبك لي أو يتريان ذكرك لي أجر قرار به إيه ما بغين والله مشبه من حذف كردوه ومشبه به من ذكر كردوه أما شيء أما استعاري مصرحة ببيت شوانا أجر مشبه ذكر كيتو مشبه به حذف كي أبيت استعاري مكنية برام هر كانك لو استعارانا خرينيه كي جركا شاكا يعني نشانيه كي هيا كنشانك إما مثلا راهنمايكا كأم لفزا أو استعارة كيتيايا أما لجي معنى خوي بكار نبراوا مثلا حبل لجي كتاب الله بكار براوا يا أما لجي كتاب كقرآن بكار براوا يا لجي دين إسلام بكار براوا كوالي واي استعاري مصرحة كوالي تو قرينيك القركة كقرينك لملائمي محذوف كبه لملائمي متروك به مثلا ملائم شي متروك لوا كتابك متروك حبلك لجي او دانشتوه قرينك شي لملائمي او جاء او حبل اذا فكرة ولاي الله او قرينة لملائمي او اذا فكرنا لملائمي متروك ككتاب الله هم استعاريك نيازي بو قرينة هيا بلا ام دواي او الرنق قرائنك تريج لدورو برا ذكر كرين ام قرينانا كذكر كريان لملائمي مشبه به يعني مستعار منه يا لملائمي مشبه كبت مستعار له أجر قرينك لملائمي مستعار له به في ألين تجريد متوجبين أجر قرينك لملائمي مستعار منه يا لملائمي مشبه به به في ألين ترشيح يعني أو كومك كابوكس مثلا اي ثانيه اساسي استعاره لسر تناسي تشبيه يعني جوريك بيك تشبيه لبير ببريتو مثلا اما كوتمان مثلا واعتصموا بحبل الله ناوي كتاب مانا وحبل الله بحبلنا ومان بردوا ديارة دروس اما حبل كمان لجيجي كتابك داناوا يعني كانما ام هيا نيازمان بونيه كواتا اگر ايما عشيل عبارتك دا كاري بكين كا اواجيه كوي يعني خلق يقوى نزاني ايما لفيشا تشبيه ما انكردوها نا خير اويك ايما علين دسي فيها فيشن هر حبلة حالبي وكو او لفزي حبل دو فردي ببيه فردي كان متعارفة اويك لمولة خري دروسة كري كديوتا فتا مثلا فتا قريسو اوانا رئيسمانا يكيك شي غير متعارف كشي هرشي كبكري بدستاويز هرشي كهيواي انساني بيه بيه بو رزقاربون مثلا قرآن اوشتيا كهيواي مسلماناني بيه بو رزقاربون يعني وسيله هو كار بو رزقاربون او فردي حبل ولا فردي متعارف يتي بلين غير متعارف يتي بس شاملي فردي خوي هاتوا كواتا ايثر ايما تشويه ما ناكردوا متواجبي اما جاء لدوايا قرينة اگر ذكر كين قرينة تبي اگر لملائم مشبه به اواد يارا دجبه وهدفي اما يكتناسي تشبيها شون كورده ورده جنبي مشبه بخوتك تشبيها كمان بيرخاته كباوة ام حبل مثلا هنية اما حبل نية اما بس لما مثلا كتابة كديارة خرينيكي تلبي وكو بلين خويندنوا وقنوسين أعوانا لبناي أوا وقلم أعوانا ذكر كريه لبنايا هنا قياني متواجبين أولا ملائمي متروككا يعني ورده متروككا تيريتا برشاو من يما كقرك من بو تشبيه لبير برينو دوبارة بيركينو لتشبيهكا وأمانواتو ولا تشبيهكا بلا أقل قلينكا لملائمي حبل بي يعني لبزي ذكر كين كبحبل وكو اعتصام كليوا بودز قرتن بقريسو هيا نك بودز قرتن بكتيبو شن كوثوق بودز قرتن بكتيبو وبكالبريو متمعني بيها كي باشا اقر لصورتك بلين اوازي كركين حالبي لملائمي مشبه به كيا
كومك كابشي بهدفك يمل استعارك تناسي تشبيه بو يعني جلبي مشبه به بقوتك وادلي اكاك او قناعة بكي باوا اصلا شتي بناي مشبه وجودي نبوه هر حبل او استعاره هر نبوه بلين اما تشبيه نبوه دواي او استعاره كرابي وامانه حاضرين جال بر اوه چونك قرآني بيروز وثوق محكمي فيها يا وهو زور بويك اگر كسيق مثلا هو زور بويك بسبب بورزقاري يعني هو كاريك بورزقاري وبو مثلا بورزقاري لبلاي دنيا وقيامة وأمانة شاكا باجوايا هر أصلا وكو محسوس يعني الراس هر بيشن أما حبلة كوسيلة نجاته يا مخو ما ندين حبل لشي وسيلة نجاته وانا اعتصامك ذكرك على فناي ولا تابع اعتصامك بلا ولا بوي كيف ترشيح بو مجازك مجازك كامية أو يك حبل ما ناتسر جهينك جيكي كتابك حال بلا أو مجازك يا جاء أم جرى إما أم قرينك اعتصامك يا لملائمة ومناسبة شياو شياو لقل شيا لكن متعرفة كمان لقل متعرفة كحبلك يا لو كعليته أعمك لو كعليته وذكر ما نكردوا شاكا كومك كابا وكا اشتكمان بقوات بياني واقعا برحال أو هدف إما كتناسي تشبيبا وإما لا تشبيه ما نهر نكرده أو هر حبل أو حالي بعض جابوا يكاني أو يوتي ولي الوثوق به والاعتماد عليه الاعتصامة يعني استعارة للوثوق به يعني للوثيق بالكتابي وللاعتماد على الكتابي الاعتصامة بوشي وينا ترشيحا للمجازي جميعا يعني مجتمعين عليه قشتا كوب ابن و لسر أو حبل الله باشا يعني لسر أو دزجيرة شاك دزجير أويا ولا تفرقوا يعني عن الحق إيتر بلاوة ما كان لدوري حق يعني لدوري حق يا ولا تفرقوا مثلا عن حبل الله مثلا يعني أويك يا حالبي لو حبل الله يدور ما كونه جا دور كوتنا وكبشي أبي أو بلاوة كردنا ولا بيوقوع الاختلاف بينكم بويك دوبركيب كوتنا وتانوا كأهل الكتاب وكأهل الكتاب كبلاوة يعني كردوا وبرجوا بلاوة بونتوا يعني أو لا تتفرقوا تفرقكم الجاهلية يحارب بعضكم بعضا يعني أوليك يعني إيوا بلاوي لي مكان برجو بلاو مبنى أو برجو بلاو بونوي دوري نفاميتان كا برجو بلاو يكتان أجي رادية كيواكا هنديكتان أشوبة قش هنديكي ترتان أو شرطان كلا قويكا أعوى مكان أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة يا منزوري لا تفرقك قال ولا تفرقوا باشا منزوري نهي كردنا لو اشتيك تفرق يعني بيرخاتوا يعني انجامك ابي يعني نهي لسبب تفرق كاوشيا بيرهنا نوي او اشتيك تفرق باردين انا مكابر اجولك جوانكي ناروتي شو امانة بينان خوشا او بله او سو خزر جبيان خوش او معنا قرو هراي چن سالم او بريان كبو يا نبي نور او بيان بابتو بشريان كبر واي بيو تعربي دي علي وقتي قالوا لا تفرقوا يعني با او تذكيري هيا تعرف دجمن تذكيري هيا اخوتي ذكروا يذكرهم وايود دا تذكير او تذكيري بو امان تذكر يعني هيا يعني ايوه مطاوعي او ان ما كان لا تذكروا باب تفعله أو لا تذكرين لا تتذكروا ما هي النوبيري خوتان ما يجيب تفرقا شاكا أو شتيك تفرق دين تبرو ويزيل الألفة وألفتك بينتان لا أعوى أها شن أوان شيان هيا لبرا أوان تذكير يان هيا تذكير مطاوعي تذكير تذكرة أوة مطاوعي أن ما كان ما هي النوبيري شن كأقر وبين النوبيري أو ألفتك هاتان لا أعوى وذلك أخلاقتي في الشتلة وإن فروي وما يعتصم بالله أو شيء أو يعتصم بخواله قال يعتصم بحبل الله شفرق كان هي آخر اللي وقتي مزاف محزوب وأنا وقتي وما يتمسك بدينه ولي أوك اللي مزاف كي حذف كردوا يعني يا ومن يعتصم بكتابه أو
أو كليوا مثلا مزافك لو بينها حذف كردو أمانة يعني أبي مسلمان زور الأخوان نزيك به مظلمة إن تكرار حاصلنا بيلو دوشونا غير الخطابة إيمان دارة وايه قيناك لوا مثلا لسر سبيلي أو مشروطة كسيك أقر اعتصامي بخواب به يعني الأخوان نزيك به أو سيراتي مستقيمي دوزي وتوا وانيا ولا ليردا على شيء على واعتصموا بحبل الله يعني دي ايوا اعتصام تن بخدا بيغشتان ويتر بلاوي لما كانوا برجو بلاو مبن شنك الايتي بيشودا قازان لقازانجي اعتصام حالي ما نكرت ما دام اعتصام او قازانجي كتي فقد هدي الى صراط مستقيم حالمين فسكوات ايوا أزالن اعتصام بحبل الله يا اعتصامي بالله أو خازن جيه يا باشا فاز بينا وكارب كان شن للريقي تفرق وبو خازن جنها كان واذكروا نعمة الله عليكم أزاني إيوا أقر قرار بيننا وبيري خوتان شي بيننا بيري لشيب كانوا وذ بجيقي أوا كوابير كانوا لو مثلا شتيك أبو باش ما يشر أعجا ولا بنتانا باشا نعمتي خدا بين نوابير خوتان أو نعمتي خواك لسرتانا كام نعمت التي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الغل أو نعمتيك لبشق لأو نعمتا هدايتك خوايا وسازاندني إيوي بو إسلام يعني إيوي لقل إسلام بيك وسازاند كأم توفيق بو إسلام يا إسلامك المؤدي كسري بأي وكيشاء ايوي هاور البروكوية برو تآلف يعني ألفتي تيادروس كردن وبرو زوالي غل غل منا خيانته رق رق أمانها ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا حالبين بو أوي ولا شيء لبنتنا جاباشا كي خواي قولة أم نعمت يبسر ايوى رشد ولا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أعداء في الجاهلية متقاتلين أو كاتيك إيوة يعني نعمتك إخوة أو كاتبوا بو إيوة كإيوة دجمني يقبون جاء أمجار كدجمني يقبون ببواني نعمتك وإخواي قولة لجاهلية دورين فامي متقاتلين شرط هناك اللي قال يكا فألف بين قلوبكم يعني لنيواني ضلكان تانا ألفتي هنا يا عراوة باشا واتدلكاني بيك وجيرو دكردن يعني جيرو بني كرد لكاني ايوا بيكوا يعني دلكاني بيكوا بيوس كردن اوا بل فألف بين قلوبكم بالإسلام بهو إسلامكوا فأصبحتم بنعمته إخوانا إتر أمجار ببوني نعمتي نعمتك إخواوا أخي واذكروا نعمة الله عليكم ايوا قران ببوني أو نعمته ببرايك يعني بون ببرا يعني شي بنعمتي إخواني فأصبحتم متحابين شاكا بون بخوشويستيك مجتمعين على الأخوة في الله وقشتان كوبون و لسر برايتي الأخوان للرقي إخوانا وقيل كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين يعني واقعني أوس وخزرج براي باوكو داكيب ولا ولا ولي فوقع بين أولادهم العداوة يعني شركة وتنيوان من أركان يانوا وتطاولت الحروب 120 سنة وشر لبين يانا دريجيك يشال نيوان يانا بوما ويصو بيصال حتى أطفأها الله بالإسلام تاوكاتيك أخواي قورة أو شريا يعني أوري أو شريا ببوني إسلام وكجان دوا وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ودركاني بيك وفيواز كردن ببوني في غنبرو درودي خوالة سربية وكنتم على شفا حفرة من النار وإيوة أي خلقك لسر لواري بيريق لآور بون حفران شال شال لسر لواركي بون مشفقين على الوقوع نزيق بون لا ومشفين وانيا أرينا هلو مشفين على الوقوع يعني نزيق بون لسر لواري تيكوتن بون نزيق من التي كوتن في نار جهنم وناو أوري دوزخ لبرشي لكفركم لبر بباوريتان إذ لو أدرككم الموت في تلك الحالي
چونك اگر بيتو آلو حالتاك ايو بوتان كفر و دجمني و امانا اگر مرق هاتايا بسرتانا لو وقعتم في النار اكدنا دوزخ و بويا لسالي واري اول بون فانقذكم منها خواهي قولا رزقاري كردن لو آوريا بالإسلام جاء والله ميرو أو هي منها للحفرة يعني لو حفرة آوريا أو للنار كنارك نو حفرة كاية فرنا عبور كامي كان بيه أو للشفاء يا بو شفاء بشيتو يعني لو شفاء حفرة اللي واري حفرة لو نجاتي دان جاء باش بو شفاء بمؤنث داني ولا وتأنيثه شاكا لتأنيث ما أضيف إليه يعني كسب تأنيثي كروا بس الشفاء أجر مؤنث به لبر تأنيثي حفركية بويا أو لأنه بمعنى شفتي يا لبر أو مؤنث شو بناء الشفاء كشفاء هاتي في ولا آخره شن فإن شف البيري وشفتها ترفها وشفتها ترفها شن كشفاء بير قال شفاء بيرك يا شفاء بيرك يعني ترفي بيرك براين كنال لواركي كالجانب والجانبتي وكو مثلا جانب وجانبة مثلا لوالا توش بمذكري يعني او شفا وقبلي لجي جانب مثلا شفتي جانب لجي جانب جاء وأصله شفاون شفاون بوا فقلبت الواو في المذكري لمذكرك وواوك كريا بألف أخوانيو شفا ولو حذفت في المؤنثي لمؤنثة مثلا يساقر كردوية بألف يا بر لو بيك بألف حصل كردوة وتيكل هاوردوة بعوزي أو شفتن متواجبين؟ جاء أمر عليك كذلك يعني مثل ذلك التبييني يبين الله آياته ديال ليوا بو إما بيان كرك قازانجي إما لكوايو هميشا قازانج من لسر اتحاد ويكيتي وبرايتي وخوب واردن لشر وآجا وأمجو لشتانة أمرون كرنوياكي زور جوانبو كأجر إما لسر شر أعجاب مني نوّق لسر لواري جحانم قرر ما نقدر بواية برام أجر دسما لو هالقدر هاتي مبرايتي وخوش ويستي لقاليا كا وقل جحانم قرابتي نو شوبتي وبعجبم شوية أما بيانك أخوك اللي جاله يبين الله آياته كذلك يعني كذلك التبيين أو كابنا مثله يعني خواي جورا آيات كان خوتن بورن أكاتوا أبو شوا وقع أو تبيينيك كردي أو يعني دلائله دليل كان إخوان يسا يبينوا فعل مضارع الله فعل كاتي آيات مفعول كاتي مضارع هيك كم زمانتي أو كاف مفعول مطلقة شو إن جاي تبيين يعني صفته على تبو تبيين يعني يبين الله آياته تبيينا كذا مثل ذلك التبيين لجيك كاف كمثل ذلك تو تركيبة قبرة مشخصة لعلكم تهتدون شاهد إيوة شعر زاب من يعني شي لعلكم تهتدون يعني إرادة ثباتكم على الهدى خواهي قولة أو كار إيوة أكا بمبستي ما نوي إيوة أو إرادة يعني لعلب وتعليلة خواهي قولة أو تبينتان بو يبو أكا تا إيوة جي قربن لسر هدى لسر شعر زاي وزديادكم فيه وبربستي يعني لشعر زاي زياتر برشاو تان رول ببيتوا جادوا يا أم جارة فرموي السؤال علي علي ران قبل أم هنا شفاء حفرة لقل حبل الله كش هنا تناسبك هي معمولا هنا حبل أجرتو قال لي مثلا هذا زلمة حبله أبي حبلك اللي سر عجوز خوارته لخواره بي مثلا سر ده بيد هناك بدس بيقول بيه هنا تسمع ولا هنا شفاء حفرة وهذاك هنا كير هناك تولى سر بلا إلا سر لي وارك قرار أجرتو قرارتي كوي لو سر حبل الله يك يدسي فيه وأجريه بات سره أيشو أمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دير أخوي قولة أمر رزقاري هنا يبرب أوس خزرج وأواني لدجمني رزقار كرد وهمي برو برايتي هنا نبرو خوا برستي راستقينة دعوة كردن أما نشك أخوي فروردقار كردي بوني پیغمبر وكردي درودي خوينا سربي كپیغمبر ايش خو يك لو خلقا شاكا وان يا لزور شونا علي من بشريك موكو ايوا يك لو خلقا ولي يك يوايا خير خوازا لهمو يان خير خواستر النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم نكتن هاد رسوزي ايمان داران رسوزي بباوركانيشا
عارضي دي كواتا أم حفرة آورة يعني أم شالة آورة همي شهية هانا كمينة ونبي بلي ولا مثلا أويتر هموشتك براو أمانة همي شهية وهمي شبيا ويستا إيما خوما لو شالة آورة بدور بقرين جابو دور قرتن لو شالة آورة وقلو سردما فيغنبري آزيز حزوري بودرودي خويلة سربية خلقي دعوة كردوا بودور كوتنا ولو شالة آورة وابو اوي اعتصام بحبل الله بكنو امانة استاش هميشة استاو لزماني پیغمبرو دوائي زماني پیغمبرشا هميشة پیویست لناو خلقا كومل خلق يكوا ببن حاربين لبر خاتري خوا خلق دعوت كان بو شارزاي ولحفرة دوريان خانوا بو يكاني افرمين اشي ببي لناو ايوالا اشي منكم يعني بعزيكتا اقامينك ابو تبعيز به ببي أمتك يعني أشياء بعضك لإيوه أمتك بن كومال خلقك بن كيدعون إلى الخير كخلق بلو تشاك دعوت كان جا تشاك بلو تشاك دعوتي كان تشاك دوشتا كوبونوا مثلا للا يكون تشاك كاريب كان للا يكون دوري لوشتان بقرن يعني لوشتان أعلن كبقازان جيانو لوشتان دور كونوا كبزرر يعني ولي أما وكو عدفة تفسير واه كأو أمتا تشيبن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو تو يأمرون يا ويأمرون يعني القرآن كواه بل أمتا كدعو دين مزوا وكي هي يا هل تفسير واقعا بو يدعون إلى الخير أقل متوا وكيش بدير عدفة تفسيره يأمرون أو أمتا أواب يعني شون خلق دعوتك أن بو خير ولا فرمان ان بشاكا وينهون عن المنكر والريقري اكلن اكن لشتي خلاف وزشت تواجب ها اوتن ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الا جامينا كان يواميني منكم للتبعيض بوشي لي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض كفايتي لبروتن كفرمان بشاكا وريقري لخلاف اخوي بشكا لا او لدى سيفر ذا كفاية كان كواتل أذناك هم أمد به ولأنه لا يصلح له كل أحد ولا بل أواش منك أتواني بلن وتبعيزة شنك أخوة صلاحية أمر بالمعروف والنهي لمنكر نية هم كاسيه شاكا شن إذ للمتصدي له شروط شنك أوكس كمتصدي بيبو أو بوستا كأمر بالمعروف والنهي لمنكر كاك وما شرطي هيك لا يشترك فيها جميع الأمة كتيك راي أمد لو شرطانه دا شريق نين كالعلم بالأحكام وكو بس علم بأحكام ببيو علي أو حلال أو حرام مثلا آلو آلين وآلو شتي تدور كونوا ومراتب الاحتساب شاكا احتساب يعني حسابي حسب قري باشا محتسب بكاسيق علين كمعمولا أمر بمعروف نهي لمنكر أكا أوش خوي مراتبك هيا كما راتبك أي أويا الشيخ زاد علي محتسب بويا هي كإبداء بأسهلي أخف بك يعني لفيش على آسانو تيجري أمر برو بانتر ورد ورد بروات السر وأوانه وقول قرآن مثلا دابو دستوري دانا ولا حرام كردني شرابة بس يشوى مرحلة حرامية كا ربا بس يشوى حالة حرامك مراتب الاحتساب وكيفية إقامتها وشون مثلا أو أمة الراز راقري إقامة أمدك يا أو مرات لي احتسابات شون إقامك والتمكن من القيام بها وبتواني خوي أنجامي أو مرات ببدأ بلام خوي قولي خاطب الجميع أعولتكم منكم وطلب فعل بعضهم خطابك إلى قل قشت يعني بلام فعل بريك يعني ويستوى حالبي وكو مثلا كسي قدية تشبينا بلمزقود يجي كان أبو أمقرك مثلا فرمانداري دي بو أمقرك دون فرنمان ده هالبجيرن حالبي اها اما مثلا لشاري سقزوبانه يقن ما عنده هلا بجاني بو مجلس يعني توابي خلقي سقزوبانه مخاطبا بو هلا بجاني ما عنده ولا عوزها او كاريك مربوط مثلا بخلقي سقزوبانه الو نفر عن جامعه ده لمجلس اوا ليرشا كواتا لفر لا انجام فروزي كفايه لا بو انتخابي انجام دركا يعني انجام دركا النوابي قشتي مخاطبه خلقك بلام اگر خود جوش کسی هات در چن کساتن او کاریان به عهده گیر یا خلقکا چن کسی کان ترخان کر بو او انجام بن فرض کله کولا ولی تلکوی
وجه لي يدل على أنه واجب على الكل بويا أو أمة قشتي بمخاطب قرار دريابة تادل على الكا أو خطابة كبالي أو أمر بمعروف نهي لمنكر واجب على الكل حتى لو تركوه رأسا أقر قشتيان يكسر رأسي لها القرن أثموا جميعا قشتيان قنا عبارا ولكن يسقط بفعل بعضهم وبالان بويا طلب فعل بعضهم شنك أقر بعضك عن جابي بنسا قد بي لك والقشتيان وهكذا كل ما هو فرض كفاية هرشي فرض كفاية بوايا يامينك بو تبين يعني كألي ولتكن منكم مينك تبين بيان أواك مثلا أمتك كيايا مينك بيان أمتك يقردو أمتك إيوايا أوقتك إشتي قريتو شون بمعنى أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يأمرون بالمعروف يعني إيوة أمتك من كأم أمة فرمان بشاكا أدونا إلى خرافاك كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تآخر حالبين إيوة خير أمة أي سوى إيوة خير أمة معنى وانيا بعزك تن خير أمة هرقش تن خير أمة ككار تنوايا أمر بشاكا كونه إلى خرافاك والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي دعاء إلى خير يدعون إلى الخير أما كأيوة خلق بانكا بوشاكا شاكا دعائك يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دعاء أقريته وكا دعاء يعني بان كردنية بان وازك أقريته وكا بان وازك بولا اشتيك بك اشتكا برجواندي دينية برجواندي دنيايتيا وهل كان به وعطف الأمر بالمعروف يعني ويأمرون بالمعروف ونهي عن المنكر عليه عطف قلوب وسر دعاك كدعاك وتيدعون إلى الخير جاء أو عطفك كرياته يعني وعطف الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام عطف خاص لسر عامة شن هل يدعون إلى الخير هم نهي لمنكر كوك يعني هم أمر بمعروف كوك يعني شتي زياتي شك يعني بوشي للإذان بفضله بو أوي إشعار بدري بفضل أما يعني مثلا أوهم خيرا كممكن ببيع أمر بمعروف نهي لمنكر كلا وأنا مهم تريك أو حاربين جاء فرمي وأولئك هم المفلحون أأوكم الله خلقي كوافرمان بشاك ونهي لخلاف أكن أوانا ديار الرزقار المخصوصون بكمال فلاحي أوانا كتائبة فلاحي كامل كمال فلاحي دسك به روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس شايل لو كاتامة الأحبابي كنتم خير أمة أخرج للناس خير الناس كي قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم آوى آمر يعني أمر كنندتر فرمان درتر لهموان بمعروف والريقرتر لهموان لخرافة وباريزقارترين لهموان بو خدا وأوصلهم للرحيم وأنجام دري صيل الرحيم يعني بيوسكر ترينيان بو الرحيم يخلقك كاميان زياتر أبنهوي كوبونوي دلاكان بيكوا بيوزلاكان زياتر بيوسكا بيكوا أو يانا شاكم والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به يعني أمر بمعروف واجب شهية ومندوب شهية بجواري أو شتيك فرمانك في أدري مثلا أقر شتك أو شتيك تو فرماني في أقر مندوب به أمر كرنك شي في مندوبة ولي أقر واجب به أمر كرنك شي واجبة والنهي عن المنكر نهي لمنكر واجب كله قشتي واجبة لأن جميع ما أنكره الشرع حرام شن هرشي كشر إنكاري كربي حرامة وللأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه يا أن ينهى عما يرتكبه أظهر لسر أويك عاصي يعني سر بيشيكر واجب لسري باشا بالي أو إن تو ينتهي يا شيا أن ينهى عما ينهى بالي أو ما ندرس كيشانه أشياء أن ينتهي بواه يعني مثلا تو وظيفة أمر بنهي لمنكرك بكي أي أو كسيك منكرك أنجام ده أو واجب لسري أن ينتهي أنت يا مسلي هنا مطاوعي باب افتعال به حالبين يعني باب افتعالك مطاوعي أبو ثلاثية مجردك مطاوعي أبو أو جاء باش تدرس لشي كيش عما يرتكبه لويك أنجام ده بوجي لأنه يجب عليه تركه أهاننا بلبك.
على عاصي لسري واجب لسري خوي جناحي كردوه واجب نهي بك لو اشتكى خوشي انجامي هذا نيه كتر انجامي هذا واجب لسري بيجي انجامي ما لانه يجب عليه تركه وانكاره چونك دوشتي لسري واجبه يك خوي نيكا يك اگر يك تركه دي انكاريت باشا فلا يسقط بترك احدهما وجوب الاخر فزبه ترك داني كان واجب او تيان لسري لكون ناكره مثلا اگر ترك كي ترك كرد بمعنى أخوي قناحة كي كرد باشا وانيا بلاني تلا سري شي واجبني إنكارك أعوى متواجبين مثلا كابلا أخوي سيقار أخوى تشاكا بفرزة قبلا سيقار حرامة أخوي سيقار أخوى حقي أوي هيك أقر يكيت أخوى دينا هي ليبكا هرشان دي واديارة أو مشكلي بو دروسة لأني هو بوخشي خوات أو كارا ولي لسري واجبكي بو بهانية وواجبكي لكوما كبير ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ايتر ايوا وقا اوانا ما بن كبرجو بلاوبونا وو كيشو جيوازيان لبين اخوانا فياكر كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه لا يكتا فرسي ولا تنزيه يعني دور خسنوي اخواي قورا دور راقرتني اخواي قورا لو مثلا صفتاني كالنشياون بو او كيشان لفيابو وأحوال الآخرة والأحوال الآخرة تجدا كبازم كيشاني على ما عرفت لسنويكة وناسي أوش كي أم اختلافان لفيابو من بعد ما جاءهم البينات دواي أوي كواب بلغي قايم وروشن هاتوا تلايان من بعد ما جاءهم البينات يعني جي الآيات والحجج المبينة أو حجتاني كمبين للحق لابو حق كصفتي أو حجج مبين وايا الموجبة للاتفاق عليه باعث وبكشاء اتفاقيا بوايا لسر أو حقا والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع ممكن اللي يوعص على مترح ويباوى أما كلي لا أفرمي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يعني إيه وتفرقوا اختلاف تانا به أها أو ثم تفرقوا اختلاف لمسائل فقهيه مثلا يجا للروج والحجة مثلا مذاهب جياجيا ونزري جياجيا هي لو مواردها كواتا اما لو نعوذ بالله لا سايجو لك ونصراني ما انكر بيتوا اجينا اما هي لأصولة يعني لأصولة كا مثلا وكو يكتع فرستي وك ايمان بالرسالة في غنبران ايمان بقيامة امانة الوه والأثر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع وشي لقوله عليه السلام اختلاف أمة رحمة إسا أقر أوش مثلا حديث يقنبية مفهومي أو بحديث قابل ثبتة هيجي لسنة نسيوة بتخريج أو تاني ولقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأصاب فله أجراني كسيق أقر اجتهادك زحمتي كشاب بلان بيكاي يعني مثلا نزل كي صوابه أود أجريه ومن أخطأ كسبه الله فلو أجر واحد يق أجريها خوي أما دليل إلا سلوك ما بس لو اختلافك أخوي قولنا هي لك اختلاف لأصول دايا أولئك لهم عذاب عظيم أوانك أو برجو بلاويا كان لأصول ينجاك نوا لأصول يعني لحق فاصلة قرن بأوان سزاي قولها وعيد للذين تفرقوا هروها وتهديد على التشبه بهم وهالرشيش لسنة وكسانيك خوان بوانو أشبهين توفق بشي.